بنكمل برضو في الورك باوندري. لو انا عندي البروسيس هي كونستانت بريشر بي ايكوال كونستانت اسمها ايزوباريك ايزوباريك ايزوباريك. طيب كونستانت بريشر برضو انا عايز ارسم البي مع الفي، فبرضو بنرسم حاجتين. انا عايز ارسم على البي مع الفي. طيب انا ممكن دي نقطة رقم واحد ودي نقطة رقم اتنين، وممكن ارسم برضو البي في لو constant pressure يبقى بالمنظر ده واحد اتنين. ايه الفرق؟ الفرق هنا ان الفوليوم بتاع اتنين اكبر من الفوليوم بتاع واحد، فوليوم اتنين اكبر من فوليوم واحد، وهنا الفوليوم بتاع واحد اكبر من الفوليوم بتاع اتنين. طيب يعني ايه اللي حصل؟ انا هنا تقريبا حصل الفوليوم زاد، فلو الفوليوم زاد بنسميه expansion. هنا حصل compression، الفوليوم قل، واحد كان الفوليوم بتاعه كبير، في اتنين الفوليوم بتاعه قليل، هنا حصل حاجة اسمها compression. طيب لو انا عايز ارسم شكل المسألة تبقى عامل ازاي، فممكن اقول انا عندي piston cylinder كان البيستون موجود في low position، بعد ما عملت اضافة حرارة ايه اللي حصل؟ الفوليوم زاد وطلع لحد فوق. يبقى اذا ايه اللي حصل هنا على الباوندري بتاعي؟ الباوندري لو تلاحظ اللي هو كان موجود هنا، الباوندري ده كبر حصل له expansion، يبقى الورك باوندري هنا هيطلع positive value. اما لو رجعت هنا وعملت piston cylinder كان في higher position and then بعد ما سحبت حرارة من الليكويد او الفلويد اللي موجود هنا البيستون نزل، فايه اللي حصل للباوندري؟ الباوندري هنا كان كبير، الباوندري هنا صغر، يبقى حصل كومبريشن، يبقى الورك باوندري عندي في الحاله دي هيبقى ماينس ماينس باي. طيب انا كده رسمت، يبقى لما اجي ارسم كونستانت بريشر بروسيس لازم اسال نفسي سؤال، هل بيحصل اكسبانشن ولا بيحصل كومبريشن؟ طيب نرجع للحاجه المهمه جدا. طب لو انا بتكلم على جاز، لو انا بتكلم على جاز وعايز اطلع قانون يريليت واحد باثنين، مش انا عندي بي في ايكوال ام ار تي، الماس ثابته والار ثابته في كلتا الاحوال، وانا في السؤال هنا او في الشرح بنقول ان البريشر ايكوال تو كونستانت، يبقى اذا ايه اللي اتبقى؟ اللي اتبقى ان الفي على تي ايكوال كونستانت، في على تي ايكوال كونستانت. طب لو انا بابلاي اللي بقول ده ما بين واحد واثنين سواء بقى اكسبانشن او كومبريشن، يبقى اقدر اقول ان في1 اوفر تي1 ايكوال في2 اوفر تي2. القانون ده فاليد لمين يا جماعه؟ فاليد لما اكون بتكلم على الجاز، لكن طبعا لو بتكلم على الستيم لازم تقول لي الحاله رقم واحد دي كان شكلها ايه، مثلا ليتس سي ساتوريتد ليكويد اقدر اجيب الفي بتاعتها، دي ساتوريتد فيبر اقدر اجيب الفي بتاعتها. طيب حاجة أخيرة بقى، إزاي أقدر أحسب الورك باوندري؟ إيه هو الورك باوندري؟ هو انتجريشن بي دي في، بي دي في. طبعًا واضح جدًا هنا إن سواء بتعمل اكسبانشن أو بتعمل كومبريشن إن البريشر إيكوال كونستانت، فيقدر يطلع بره التكامل، يبقى بريشر في انتجريشن أوف دي في. يعني الكلام ده هيساوي بريشر الدي في هتبقى في من حالة رقم واحد لحالة رقم اتنين، يعني الكلام ده هيساوي بي في 2 ماينس في 1. وهنا تلاحظ ان انا مستخدم التوتال فوليوم، لكن لو انا بتكلم على ستيم انا ممكن او بيور سبستنس انا ممكن اشيل التوتال فوليوم واحط ام في في سمول، اي توتال فوليوم هي عباره عن ام في في سمول، فاقدر اخد الام كومن فاكتور، يبقى الام بي في سبيسيفيك 2 ماينس في سبيسيفيك 1. وهنا اللي هيحدد الساين هو الفي 2 هل هو اكبر من في 1 ولا اقل. لو ال V2 اكبر من V1 هلاقي ان الورك باوندري طلع بوزيتيف، لو ال V2 طلع اقل من V1 هيطلع الورك بالنيجاتيف. يبقى برضه بنهايه الكونستنت بريشر بروسيس انا عايز اطلع لها ثلاث حاجات. اول حاجه انا رسمتها على البي في دايجرام. ثاني حاجه طلعت رول لو انا بتكلم على جاز، لو بتكلم على بيور سبستنس يبقى هخش الجداول. اخر حاجه الورك باوندري بتاعها بيساوي ايه؟ برضه بيساوي بوستيف او نيجاتيف. طبعا اليونتس بتاعتنا هتكون ايه؟ لو البريشر بالكيلو باسكال اللي هو كيلو نيوتن على المتر سكويرد،
والفوليوم متر كيوب، شيل متر سكوير مع متر كيوب يبقى متر بس، يبقى كيلو نيوتن متر، يعني الوحدة في الآخر بتطلع كيلو جول زي ما احنا متفقين.